Thank you.
شبح المريوك الخنعام نفحة العطر العذب عن أرواح موتانا ترجو منك يا ربي عنهم رضوانا بالخبز الحي التاتو واجتازوا دنيا الشقا للمجد الآتي فاتوا Thank you.
صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الدائمين. الله يرحمه ويطول عمره. طور معكم على المعزة تريدون أن تتبنوه على المناحي لا نصلي سوى على راحة نفس المفهوم منه بنص كتاب جناز النساء. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أمين يا رب سمعك إلى الباطنة وتضرعات حياتنا من التجارب والشدائد، وأرح نفوس آبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين لا سيما أمنا التي نذكرها اليوم أمامنا. أنزلها في المساكن السماوية يا سيد الأحياء والأموات، وإليك نرفع المجد وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. ارحمني يا الله بعظيم رحمتك وكمثلي كثرة رحمتك ارحم الآثمين. اغسل لي كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني. امدحني بالزوفة فأطول وتكسرني فأبيض أكثر من الثلج. اسمعني سرورا ورجاء فتجذب عظامي ذليلا. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل نجاسي. قلبا نقيا بك تدخل أختنا منى مقر سكناك إلى حضرة أبيك وتستقر في منازل نعمتك إلى يوم ظهورك فتؤهل لجنة عظمتك ساعة مجيئك وتعترف لك اعترافا كاملا ولأبيك ولروحك القدوس إلى الأبد. هللويا بين عظمك خمس الإبليسات المنشدات بملقى
أنت المسيح الآتي، يا حملنا زيت النور في المصباح والرجاء الإيمان الحب في النفس. ربنا أسكن أمتك ولها أغزل نعمتك، تعلي المجد لنا في دار الأنوار. هاليلويا يا أخت من مثواك بالسلام، أخبرت للمجد بين الأجواق. طوباك إذ أعطاك الرب بدلا من هذا الدهر الفاني أنت الباقي. عندما وانتظرك جسدي، لأن محبتك أطيب من الحياة ولك تسبح شفتاي. هكذا أباركك في حياتي وباسمك أرفع كفي، لأنك كنت كصخرة لي في ظل جناحيك أرنم. المجد لله والابن والروح القدس من الآن وإلى أبد الآبدين. بارك يا سيد، ارحمنا اللهم وعظنا، اهدي يا رب مراحمك واستر بظلال نعمتك اخونا ذهننا التي رغلت على رجائك، واهلها للحياه السعيده وللقيام عن يمينك مع جميع الذين حصلوا لديك ومعهم ترفع المجد اليك والى ابيك وروحك القدوس الى الابد. يا ابن الله من ذاق الالام متى زار الأموات ثم قام، بلغ أختنا الميناء الأمين وانظمها في الأبرار والصديقين. أختنا سيري نحو الملكوت، فالقربان للدرب زاد وموت بالثوب الزاهي من ماء العمام. فإني بك اعتصمت، قلت للرب أنت سيدي وما عداك لا خير لي، لذلك فرح قلبي وابتهج كبدي وجسدي سيسكن على الرجاء. لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا، قد عرفتني سبل الحياة وستملأني فرحا مع وجهك. لأنك كنت سترة لي فأستتر في ظل جناحيك. المجد لله والابن والروح القدس من الآن وإلى أبد الآبدين. أخلص سبيلك بأسمك، أسمى العبد زار الجبار، زار الموتى في مثواه ابن الله قدوس الله. رب الأحياء والموتى مت عنا للإحياء، أشرقت في ليل داج صار ألقى من
أسمعها صوتك العظيم أحير فتهنم ارفع كي تشدو لك بين الأبرار في النعيم أفسح لها الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الوقت وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. كالهباء والهشيم وتعطف على أمتك واسترها بيمينك وأنقذها من الهلاك وليكن صليبك الظافر هاديا لها إلى مساكن الراحة ويوم تجيء في طواف مع ربوات اللهيب ترأف بأختنا التي تعبدت ضمها إلى جوار قديسيك فترفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. الصليب هو جسر أختنا في الإيمان تنجو تزرو في ديار حلات المجد الثاني كي تلقى لقد قربنا لك هذا البخور العذب من أجل أختنا التي انتقلت من بيننا وبلغت إليك أهلها للراحة السعيدة في ملكوتك الأبدي وكن يا رب عزاء حسنا للمحزونين ورجاء صالحا للمتألمين وقيامة مجيدة للموتى المؤمنين فيدخلوا جنتك السماوية والتفض علينا مراحمك وحنانك في العالمين اللذين خلقتهما يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد ارحم ربي أمتك أسقينا ربي نارا عاشقين
بأنه قد قام من بين الأموات، فكيف يقول بعض منكم أن لا قيامة للأموات؟ فإن كان لا قيامة للأموات فالمسيح أيضا لم يقم، وإن كان المسيح لم يقم فباطل تبشيرنا وباطل إيمانكم، ونكون نحن شهود زور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن صح أن الأموات لا يقومون. فإن كان الأموات لا يقومون فالمسيح أيضاً لم يقم، وإن كان المسيح لم يقم فباطل إيمانكم، وتكونون بعد في خطاياكم. إذن فالذين رقدوا في المسيح قد هلكوا. إن كنا نرجو المسيح في هذه الحياة وحسب، فنحن أشقى الناس أجمعين. والحال أن المسيح قام من بين الأموات، وهو باكورة الراقدين، والتسبيح لله دائما. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. ارحمنا يا رب. رحمنا الرب وإياكم أبناء المعمودية الغافرة، باسم الآب والابن والروح القدس، آمين. قال لوقا البشير: فيما كان الشعب ينتظر والجميع يتساءلون في قلوبهم عن يوحنا لعله هو المسيح، أجاب يوحنا قائلا لهم أجمعين: أنا أعمدكم بالماء، ويأتي من هو أقوى مني، من لست أهلا أن أحل رباط حذائه، هو يعمدكم بالروح القدس والنار. في يده المذرة ينقي بها بيدره، فيجمع القمح في أهرائه، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. وبأقوال أخرى كثيرة كان يوحنا يعظ الشعب ويبشرهم، لكن هيرودس رئيس الربع، وقد كان يوحنا يوبخه من أجل هيرودية امرأة أخيه ومن أجل كل الشرور التي صنعها، زاد على تلك الشرور كلها أنه ألقى يوحنا في السجن. ولما اعتمد الشعب كله واعتمد يسوع أيضاً وكان يصلي، انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس في صورة جسدية مثل حمامة، وجاء صوت من السماء يقول: أنت هو ابن الحبيب، بك رضيت. بارخبور حقا والأمان لجميعكم. لك يا رب المجد لك. باسم الآب والابن والروح القدس، آمين. إخوتي الأحبة، بهالنهار المبارك يلي هو بسائب عيد الدنح المجيد، بقلب أمنا الكنيسة كلنا سوا مع بعضنا نعلن دايم دايم، وهالإعلان هيدا هو إعلان عن حضور الله بحياتنا.
حضور الله يلي هو سيد الحياة، هو يلي دائماً حاضر، هو يلي بيعطينا الحياة، حياته الأبدية يلي ما بتنتهي. هذا هو عيد الدنيا. وبهالمشهد الإنجيلي يلي سمعناه اليوم، هالقراءة يلي نقراها بمناسبة العيد، منلاحظ إنه في أربع شهادات أعلنوا عن ألوهية وإنسانية الرب يسوع المسيح. أول شهادة هي شهادة يوحنا المعمدان يلي عم يعلن إنه الرب يسوع هو الإله المتجسد، هو حقيقة سيد الحياة، هو يلي بوقت من الأوقات رح يدين الكل، رح يحط الخراف إلى اليمين والجداء إلى الشمال. هودي الخراف هن يلي بدهم يفوتوا ويشاركوا معه بحياته الأبدية يلي ما بتنتهي. وتاني شهادة كانت لمن السماء انفتحت، وبعد فترة كتير طويلة من هالانقطاع بين السماء والأرض، اليوم على نهر الأردن السماء رجعت انفتحت حتى تقول عن هالزائر الموجود بيناتنا، هيدا الزائر هو زائر سمين. وبتكمل الشهادات مع الروح القدس يلي الروح القدس نزل وحل على الابن الوحيد، على الرب يسوع المسيح، بقلنا القديس لوقا بصورة جسدية بشبه حمام. اجى الروح القدس حتى يأكد على هالابن الوحيد الرب يسوع المسيح المتجسد بيننا. وأكيد خاتمة الشهادات والشهادة الرابعة إخوتي الأحبة هي على لسان الله الآب يلي صوته دوى على الأردن لمن قال أنت هو ابن الحبيب بك رضيت. هالإعلان إخوتي الأحبة هيدا إعلان إلهي عن هالابن الوحيد، الكلمة الأزلي يلي تجسد بيناتنا بقوة الروح القدس حتى يكون عمانوئيل الله معنا، ما بيتركنا أبدا بكل لحظة من لحظات حياتنا. هالابن الوحيد يلي الآب فيه ارتضى إخوتي الأحبة هو ذاته يلي عم بيتعمد اليوم على نهر الأردن، وبوقت من الأوقات بعدين رح يتألم ويتعذب على الصليب، يموت ويرجع يقوم من بين الأموات. من شان هيك بين المعمودية، بين الدنح والغطاس، في رابط كتير مهم هو رابط القيامة. من شان هيك عيد الدنح هو عيد قيامة بامتياز يا أحبي. وإذا نحن عم نقول عن عيد الدنح أنه هو عيد قيامة بامتياز، أكيد بدنا نحط ببالنا يلي تركتنا بهيدا النهار بالذات اختنا المرحومة منى. أنا صراحة ما بعرفها شخصيا، ولكن يلي عرفته من خيا توفيق الله يطول بعمره، من كل الأشخاص يلي سألناهم كانوا عم بيقولوا قديش كانت المرحومة منى محافظة على معموديتها، المعمودية يلي أخذتها على اسم الثالوث الأقدس، عشتها من هي وصغيرة لآخر لحظة من لحظات حياتها هي ومسك فيها، وعندها ملء الثقة إنه معموديتنا هي يلي بدها توصلنا بعد الموت إلى القيامة مثل ما صار مع الرب يسوع. بمعموديتنا إخوتي الأحبة لمن ننزل إلى حشا المعمودية، إلى جرن المعمودية يلي بيشبه هو حشا الأم، منموت مع الرب يسوع حتى بس نرجع نطلع من الماء نرجع نقوم معه لحياة أبدية ما بتنتهي. المرحومة منى ورغم كل الألام يلي عشتها بحياتها، لمن كان بعدها عم تعمل بمهنة التدريس، كانت مربية وربة الأجيال على المحبة وعلى التضحية على الثبات بالإيمان، من هذيك الأيام وهي عم تتألم بجسدها وتحمل بهيدا الجسد يا
يلي نقص من ألام الرب يسوع بجسدنا. إخوتي الأحبة، مثل ما بيقول الرسول بولس، نتحمل ألامنا لنكمل ألام الرب يسوع، حتى نشاركه بألام الألام هيدي اللي هي كانت ألام خلاصية على الصليب، حتى تعطينا القيامة والحياة الأبدية. نجي نحن لما نتألم بجسدنا حتى نقول مع ألامك يا يسوع، نحط ألمنا مع ألام يسوع الخلاصية حتى يتحول هيدا الألم بحياتنا إلى حياة أبدية ما بتنتهي، بتبلش هون على الأرض وبتكمل بالسماء. ورغم كل الألم والظروف الصعبة يلي عشتها من خلال مرضها المرحومة منى، ولا نهار إلا ما كانت دايما تصرخ وتقول يا يسوع يا مريم يا كل الدبسين. المسبحة الوردية كانت حقيقة رفيقتها قدامة ماسكة المسبحة عم بتصلي وتطلب من ربنا بشفاعة ابنة مريم العذراء إنه حقيقة هالألم يلي عم تتألمه يتحول إلى خلاص بحياتها، وتذكر كل الأشخاص يلي هن موجودين حواليها، خاصة يلي سبقونا. نذكر من هالأشخاص يلي سبقونا أهلها والمرحوم خيا أنطوان يلي كانت دائماً تصلي لراحة نفسهم، وتذكر الأحياء العائلة، عائلة خيا توفيق الله يطول بعمره، يلي كانوا عايشين كلهم سوا مع بعضهم، عائلة خيا المرحوم أنطوان ما كانت إلا تتشفع للكل، الأموات والأحياء. فإذن إخوتي الأحبة، هيدا الشيء بخلينا نحن اليوم نوقف هيك نعمل قراءة لحياتنا، نحن المكرسين وأنتو جماعة المؤمنين قدام هيك إنسان ضل مأسك لآخر لحظة من لحظات حياته بإيمانه المسيحي، ضل دائما يقول نشكر الله رغم الألم ورغم التعب ورغم كل هالآلام الحادة يلي عم بيقضيها بجسده وتتحول إلى آلام نفسية قدام هالإنسان هيدا، قدام جسمان المرحومة أختنا منى. ما فينا إلا ما نقول نشكر الله لأنه ربنا أعطانا من هيك أشخاص إنه نحن كمان نرجع إلى إيماننا المسيحي، نتمسك بمعموديتنا، نتمسك بإيماننا المسيحي لآخر لحظة من لحظات حياتنا، لأنه الرب يسوع أعطانا إنه من هون على الأرض نبلش نعيش الأبدية معه، حتى لما ننتقل إلى السماء نكمل معه بحياته الأبدية. إخوتي الأحبة، باسم أبونا الياس كاهن الرعية، باسم الشديان، باسمكم جميعاً وباسمي الشخصي، نتقدم من عائلة أختنا المرحومة منى بأحر التعازي القلبي، ومنشد على إيدهم بهالأعياد المباركة، ومنقل لهم أنه ربنا دائماً حاضر بحياتكم، هو يلي بيعطينا التعزية الوحيدة مع أمنا مريم العذراء يلي هي سيدة التعزية. وكلنا سوا مع بعضنا بهالأعياد المباركة ودائماً بكل أحزاننا منجاهر بإيماننا ومنعلن هالبشارة هيدي يلي حملتها الكنيسة من 2000 سنة إلى اليوم، ومنقول المسيح قام حقاً قام ونحن شهود على ذلك. آمين. وصاءات للنار رب اسكبه
في الظلمة ليل الموت القاهر، واغفر للخاطئ إثما يحيى طول الأنهار. يا ربي واكتب إثما بين جوف الأبرار. قد شاد أربو، قد شاد حيطون، قد شاد رميوتو. مشيحو نتعمل من يوحانون اترحام علينا. قد شاد أربو، قد شاد حيطون، قد شاد رميوتو. قدشات ألوكو قدشات حيطون قدشات موميوتو راحتك دائما أعطيها يا رب ومرضك الأزلي فلتسترع نفسها بالسلام. السلام لجميعكم. فلنصلي إخوتي مرة أبانا ومرة السلام لراحة نفس أختنا منى المنتقلة من بيننا إلى أفراح السماء الأبدية. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء. أعطنا أنفسنا كفاف يوم، واغفر لنا ذنوبنا ويوم، كما نغفر لمن خطئ علينا، ولا تدخلنا في الجنة، لكن نجنا من الشرير، لأن لك القوة والمجد. السلام عليك للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء أيها المسيح إلهنا الحق الكثير الرحمة والرأفة، اغفر خطايانا وامحو معاصينا بقوة صليبك الهادي وبقبرك المحيي وقيامتك المقدسة، وارحم أختنا منى التي اجتمعنا اليوم من أجلها. آمين. وارحها في حياة أبدية هانئة إلى جوار القديسين. آمين. فتقيم بينهم ومعهم ترفع المجد والشكران. آمين. إليك وإلى أبيك المبارك وروحك الحي القدوس إلى الأبد. آمين. أيها الأحبة، عائلة إختنا المرحومة منى، تشكركم جميعاً على حضوركم وصلاتكم لراحة نفس فائدتهم الغير. هلأ العيلة رح تتقبل التعازى بالقاعة إلى يمين الكنيسة، وبعد الدفن أيضاً رح تضل العيلة تتقبل التعازى لغاية الساعة 3 بعد الظهر. الله يرحمه ويطول عمره. قد أكلت جسدك المقدس.
والسلام.
تعطف يا رب وأصغ سمعنا لتوسلاتنا، وافتح بابا يقرع فيه صوت طلباتنا، وارحم أهلنا ومعلمينا نظام حياتنا، وتوف على إيمان والموت الذين عنا ارتحلوا بصدق الإيمان، وأكلوا جسدك وشربوا دمك كنز الرضوان، اجعل مقامهم من عن يمينك أيها الحنان في جوق صفا ويوحنا الحبيب خير الخلان. راحتك الدائمة أعطيها يا رب ونورك الأزلي فليجلها فلتستريح نفسها بالسلام برحمة الله والسلام أمين. فلنصلي مرة أبانا ومرة سلام لراحة أنفس الموتى في هذه المدافن. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير أمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن خطأ الآن وفي ساعة موتنا. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين أمين. الله يرحمه طول عمرك طول عمرك الجميع. Jesus.